النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الصيفية المعتدلة بالسيطرة في عموم مناطق المملكة، لكن يتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا، مع اندفاع لكتلة هوائية حارة نسبيا نحو عموم منطقة بلاد الشام ومنها المملكة. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة، لكن نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت في أجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية وأيضا المرتفعات الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وسادت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة. نهار اليوم استمرت الكتلة الهوائية المعتدلة بالسيطرة في عموم مناطق المملكة، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء بإذن الله تبدأ تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة وترتفع قليلا درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، على أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الخميس بشكل ملموس لتصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. والمزيد من الارتفاع متوقع يوم الجمعة ليعود ويسود طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار، بينما يكون معتدل إلى دافئ خلال ساعات الليل. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام مع 18 درجة مئوية، وبالتالي تبقى الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المحسوسة أيضا 18، رطوبة مرتفعة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة تسجل 29 درجة مئوية، أما الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21 درجة مئوية. أما يوم الجمعة 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية. المفرق طقس صافي مع 31 إلى 20 درجة مئوية، إربد 29 إلى 19، جرش 31 إلى 21، وعجلون 28 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء طقس صافي 32 إلى 22، البلقاء 29 إلى 19، عمان 29 إلى 19 أيضا، ومأدبة 30 إلى 19، أما البحر الميت 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 29 إلى 18، الطفيلة 28 إلى 19، الشوبك 26 إلى 17، ومعان 33 إلى 21، والعقبة 38 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الشرقية. الرويشد أجواء حارة 37 إلى 22، الصفاوي 35 إلى 21، والأزرق 35 إلى 21 درجة مئوية مع أجواء صافية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.